فادي الآن بتأمل في مدينة كوبنهاجن. طب استنى شوي، بدك تحكي لنا شو شعورك لما تشوف القناة تعال تعال هون عشان نشوفك. شو شعورك لما تشوفها؟ يلا قربنا نشوفها، شو شعورك؟ أكيد رح تكون إشي جميل وحلو، أنا سمعت عنها وقرأت عنها كثير، فإن شاء الله فيك تنال إعجابي. وصراحة أنا ما شفتهاش إلا يعني ولا مرة، ما شفتهاش ولا مرة، فشكله إنه كورنيش حلو ومرتب، والله بتطلع حتة رومانسية رومانسية. واو واو، البيوت الملونة زي اللي شفناها بالصور، يا سلام، عن جد شعور خرافي وحلو. يعني القناة هاي من قناة يعني قرأت عنها بس مش بهاي الجمال المحبوط، يعني